مساكم الله بالخير، هذا هو أبو الخير، هذا هو هذا هو أبو الخير، هذا هو وتر مكانه وعايش زمانه، وتر مكانه وعايش زمانه. مالك انت يا أبو الخير، ايش دخلك بمر الغير؟ ايش دخلك، ايش دخلك بمر الغير؟ ايش دخلك؟ وين الغلط ها؟ ويش الغلط؟ هذا أنا أبو الخير، هذا أنا أبو الخير، هذا أنا أبو الخير. ما أحب أبد شوف الغلط، واللي يغلط أنا لازم أوقف عن الغلط. نعم ما احتمل انا الخطأ، وهذه رفيقة العصا. ان العصا لمن عصى، يا الصح يا اما هذا العصا. ما احتمل انا الخطأ، وهذه رفيقة العصا. ان العصا لمن عصى، يا الصح يا اما هذا العصا. مال باق وابو الخير، مالهم مال الغير. مال باق وابو الخير، مالهم مال الغير. شوفوا أفعالهم اليوم، شوفوا شوفوا شوفوا، وعايشوا هذا اليوم، عايشوا نعم عايشوا. شوفوا أفعالهم اليوم، شوفوا وعايشوا هذا اليوم. شوفوا السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الصحة؟ الحمد لله. ها أبو هلال، كيف الحال؟ أبو هلال حلو. أبو هلال كيف صحتك اليوم؟ الحمد لله أحسن. صدق يا عمي، مستعجل على إنه يخرج من المستشفى. لا 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 لا، هذا الكلام عاد ما يعجب، ما يعجب. ليش عاد؟ اسمع بعد، يقول لي أنت هني مرتاح، عناية وخدمة، يا سلام بعد أحسن عناية. تبغى شيء؟ بعد تبغى تخرج بعد؟ زين خلاص، الحمد لله أنا بخير وأشوف صحتي متحسنة. يا هلا متحسنة. تفضل عمي من الخير. شوف عاد، ما دام الدكتور ما مرخص لك، أنا بصراحة ما وافق إنك تطلع من المستشفى. أنت صار لك كم يوم في بيت أبوك؟ ليش فيه؟ ترى بيت أبوها. الله يهديك خالي. أقول لك إيش أخبار العم ثابت؟ عمك ثابت كان بيورط نفسه، جاء بلاغ من الشرطة لحد بيته. ما كان المفروض إنها توصل للشرطة. ترى بالبداية أنت غلط، عاد حد يسوي مقالة مثل هذه المقالة؟ ترى ثابت. زين ايش صار في المركز؟ ترى راح المركز وانتظر نتيجة العملية. عملية؟ ليش رمضان صار عنده تسمم؟ لا لا، يقولون انه طلعت الدودة الزايدة وسووا له عملية، وحين ينتظرون يصح، ومن يصح بيكمل الإجراءات في المركز. مسكين العم ثابت، أكيد الحين حالته حالة. عمي بالخير، خليك قلب الله يخليك. عفا عليك يا بنتي، توصينا عليه. أنا بإذن الله بسعى إن هاي المسألة توصل للصلح ان شاء الله. عمي بخير. زين خلي، وين عم ثابت الحين؟ الحين الله يسلمك ثابت يكشف الدرب الحين. يا
تسوي كل يوم. يلا يا رمضان يا اخوي لا يكون قلبك قاسي علي، انا اجي اطمن عليك. يطمن علي انا ولا على نفسك؟ يا رمضان يا اخوي مالك الله يهديك، انت مالك الله يهديك. احنا يا رمضان اخوه اخوه واصدقاء. لا 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 لا، اللي سويته فيه ما يسموه صداقه. تعالي يا اخوي لا حول ولا قوه الا بالله، انا تعالي الله يهديك انت ارد عليك المسح المسح. مزاح كان ثقيل. تراني يا اخوي ما اقدر تقيس عليه، وانت الله يهديك ما تبلغ. ما انا اللي بلغ، اخواني بلغوا. الله يسامحهم اخوانك، طلعوني متهم. تراك متهم؟ اسمع انت، افهم من كلامك انك ناوي على شيء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رمضان كيف حالك اليوم؟ الحمد لله مشكور يا ابو الخير على زيارتك مشكور. هذا تشوفه كذي؟ وانا أنا أقدر أترك رمضان قبل لا أطمن عليه، ما أقدر. القانون يا أخي مجرى. رمضان بصراحة أنا أريد تعويض. تعويض عن إيش الله يهديك؟ يا بني آدم أنت هنا ما بسبب الحلول، أنت طلعت فيك الزايدة. والله عاد أنا الزايدة ما كنت أشتكي منها إلا لما دحللتني. أيوة بس أنت تقول تعويض، تعويض عن إيه؟ عن إيش بعد يا أبو الخير؟ أنا رجال على الله وعلى زيادة التدريب هذه، وصار لي كم يوم نايم في المستشفى، يعني كيف؟ ما أبغى تعويض على ذيل الأيام؟ أسميك طماع نعم طماع، بتعق كل شيء علي أنا؟ يا خسارة سهر الليل عليك، أنا رايح عنك، ها؟ تعال يا أخي تعال خلينا نتفاهم اصبر شوية، ما حد يتفاهم مع هذا هذا مع زيادة، سرعت بالبلا، ها؟ انت لازم تتركي هذا الشغل لانه يضر بصحتك. انت جبت الدواء؟ نعم، واعتقد انه سينفع هذه المره. انت كل يوم تقول هذا الكلام، هات شاف الدواء. والله هذه الناس متحيله نعم، هذه الناس متحيله نعم، يتاجروا حتى بصحتهم، وهذا رمضان حصلها فرصه، لكن علي انا ما علي انا ثابت ما حد عن علي. مالك ثابت كلام تظهر الطعم. وابوي انا حتكلمني؟ امي انها تكلمك. اوه فريد سلامات، مالش كذاك؟ وجهش متغير وصوتش متغير وعصب راسش خير ان شاء الله؟ ثابت انا في صداع في الراس صار لك كم يوم. مسكينه. جاي رحت العياده والمستشفى؟ ليس هناك داعي، انا قمت باللازم. ايش سويت بانتي؟ شخصت حالتها اكثر من مره، وصفت لها الدواء واحضرته من الصيدلاني. ويا ريت ان لو بفايده. معلوم معلوم بدون فايده ما دام هذا ولدش متدخل في الموضوع. انا استفدت من معلومات الغزيره في العلاج. اصيله با باغي نصيحتي. روح المستشفى قبل لا تطيح طيحتك الاخيره. كيف بطيح وابوي وثياب الناس؟ هل راح ولا لا؟
الولاعين هين راحوا بعدهم؟ وش شايف يوسف شايف يوسف؟ لو حد غيره قال لي شايف كان بس عم يحطون عمرك. خلاص دمر عليك في يوم ثاني. أنا ليش تأذي تراك تردي واصل؟ لا 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 كلام الناس مثل الوسواس ويدق في الراس ولازم نرجع. روحي ما فهمت اللي كلامي. يقصد ان اليوم يعني ما مناسب للزيارة. ايوه. عجب مدى؟ يوم ثاني. يلا رجب سبقنا عدد. يلا بشهر بشهر. لا حول ولا قوة الا بالله. ها خلصتوا؟ مليت راني قاعدة في المستشفى مليت. ايوه بس لا تظن نفسك انك بتطلع من المستشفى وتقوم تدور من هني وهني. لا حبيبي انت بتجلس في البيت وبعدين يكون في علمك ماشي شغل. سمعت خالي؟ ها؟ اشوف بتساعد ناوي علينا سجن ناوي بتساعد؟ لا لا عاد انا ما كذا بيتي. يعني شوي يخرج عشان خاطرك انت بس يا عمي. ولو انه بصراحه ينسى نفسه في الشغل لين يتعب. والله ذكرتني. عندي شغل وايد لازم اخلص خلال هاليومين. نعم. شفت كيف؟ ترى يا شباب يا زهرة شباب. سمعني زهرة سمعي خذي هذا المبلغ ووزعي على السيستم. ولا أربعة تكلم لك وزعي عليه. كم؟ 100 ريال استعلم. لحظة لحظة لحظة. الحين أنت ليش تبي تعطي هالمبلغ للممرضة؟ كيف ليش بعد خالد؟ ترى أنا تعبان وسهران علينا طول الليل. يعني شيء بسيط. هي بس إنه ياخذ الرواتب من المستشفى. هذه هدية بسيطة عمي نظير تقديم خدماته لزوجي بدر. هذه الهدية البسيطة اللي تقولين عنها ما كل واحد يقدر يقدمها. ولو تعودنا ان خدمة المرضى لان الهدية تنتظرهن كان ديك على سالفة ثانية. لا لا خالي انت كذي كبرت الموضوع. اذا كانت هاي الفلوس زادت عليكم هاتوهن. يلا بيخربوا يلا. كلمة شكر تكفي. ان شاء الله. سوي المطالة تمسي المطالة. يلا. ابو الخير تو مالك الله يهديك انت مالك قابلني عند غريب وانا عندي شغل البيت. بتلحق على شغلك بتلحق. انا جيت اسئله في موضوع يخصني اذا ما تم عاد بشوف ايش اسوي. يلا انزل انزل خلا يلا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا هلا اي الله والله بالعمومه. كيف انت بديت تطلب مره ثانيه؟ ما يدوم عن سؤال هذا العم ثابت. حسبتك اول حسبتك يا العم ثابت ذاك زمان وراح. ها زين يا ولدي زين زين زين. ها عم ابو الخير مو الاخبار؟ انا نصيتك وجب تامرني. ما يامر عليك عدو. خير. شوف انا فقط فراغي بجي اتعلم هذه الشغله هذه الورشه. ابو الخير ها مالك انت مريض فيك شيء ولا شيء؟ انت تتكلم جد؟ معلوم هالمسائل ما شمزح. عز الله قنيت يا ابو الخير. انت تشتغل هنا؟ انا قلت اتعلم هنا اتعلم. ها ايش قلت بتعلمني؟ ولا يهمك هذه الورشه جاهزه ولا بعد جاهز ومستعد. انت على ايش ناوي قول لي؟ ناوي اتعلم هذه المهنه ناوي نعم والتفاصيل بخبرك عنها في السياره بعدين. هي لك انت ما تقدر تصير هاي الشغله. وما يقدر يا عم الانسان قبل ما يقول ما اقدر يحاول. انت ما تقول مستعجل ما يستعجل. مستعجل نعم. طيب يلا مع السلامه. جاهزين؟ مالا سنت. يلا ابوي حياك. مالا وين رحت انت؟ رحت ادور موقف حق السيارة بعد. وين رحت بعد؟ فاتك فاتك فاتني؟ رمضان خرج؟ لا زيدان دخل. زيدان؟ اي وش جابني زيدان؟ اقول لك انا تراني شاك في الموضوع. اقول لك خلي اروح وراه. يلا هو
الحمد لله يا خالتي، انت الحين احسن. الحمد لله. زين يوم اني رحت المستشفى ولا كنت بتعب اكثر؟ عقب معقولة يا خالتي تخلي فريد هو اللي عالقش؟ ايش اسوي؟ ترى يقول اوين معلوماته؟ غريزة؟ غزيرة؟ غزيرة يا خالتي. هي هي هذه. يلا يا زهرة يا بنتي، مرة قام يقيس لي ذاك الضغط، ومرة يقيس الحرارة، ومرة قام يجيب لي حبوب ما منها فايدة، والصداع زاد. انزين خالتي ايش قالوا ليش في المستشفى؟ قالوا لي اوين سبب هذا الصداع مو فيي، اوين السهر، وقالوا ان اوين النظر عندش ما يدين هناك. عقب يكون تلبسي نظارة. اظنك ذاك. زين اقول ايش اخبارش مع بدر؟ خير؟ صار شيء؟ هتكلمي قولي شيء خبريني. ايش اقول لك بس يا خالتي، انتي تعرفي اني انا حامل. كملي. لا يا خالتي، انا احيانا احس بالام وتعب واتضايق وما اريد احسس بدر بكل هذا. لا يا زهرة يا بنتي، التعب هذا من الحمل، لان الحرمة كل ما جا شهر تتعب وتحس بالثقل، والمفروض ان بدر عارف هذا الشيء. المفروض يا خالتي، بس انا تراني اكون مترددة. زين تبغيني انا اكلمه؟ لا لا يا خالتي لا. زين عقب لازم انت تكلمي وتتفاهمي معاه، لان اللي في بطنك ولده مثل ما هو ولدش. والاهم من هذا يا بنتي انك ترتاحي. ها بتكلمي؟ محروز يا ولد حمود، محروز. طاح طيحة يا زينان، لا اكلها اكل ولا شربها شرب، واخذتها يبتهني وبدون فايدة. لا تخاف، علاجه عندي. الدكاترة يقول وين عنده ضعف، هين ضعف وهو ياكل ما شاء الله. مالك ولدي؟ ويش يضحك؟ شفت شيء يضحك؟ ايوه شفتك انت. ما ولدك هذا اللي يتكلم؟ عقب من؟ هم اللي يتكلموا، ولازم تسوي له رمسه. بسوي له. وتسوي مغبار قدام البيت، صندل ولبان وعنبريه، لا تنسى. صندل ولبان وعنبريه قدام البيت. بالنص، لا تروح لا يمين ولا شمال. من ابو الخير وثابت؟ انت بعدك ما تبت؟ ما تبت؟ ما مني منهم، هم صدقوني. ما ساتنك لقينك؟ ما ساتنك؟ قلت لك ان الناس يا جماعه انا انسان عادي. وما حد راضي يصدقني، وكلهم عايشين في درجة وهم، وكلهم باي يضربوني. مهما كان ما نفرض طاوعهم يا زيدان. انت وش فيكم الحين؟ ايش فيكم على المعلم؟ معلم معلم، وصل بك الجهل يا حمود انك تجيب هذا المشاوه في المستشفى؟ يا جماعة اعذروني اعذروني، هذا ولدي وابغاه يصح باي طريقة تكون. الصحة والمرض من عند الله يا غشيم، ما تجيب زيدان هذا. زيدان خبر انت من تكون. يلا خبره. اتخبره ولا خلي هذا الخزران اتخبره اسمع عنك. بخبره قول له. العم حمود انا نجار، والله نجار، وكل ذا الكلام وما صدقتني وما اعرف شيء في الطوبات. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. سامحني ابو الخير، هذه اخر مره. زين روح انت وصاحبك ريب هذا برا، وانتظرون هناك لحد ما اجيكم. ثابت نعم، حرصهم على يطيرون. يلا يلا روح معهم. أجيبك وانت ليش ما تتكلم وتقول ان هذا غلط؟ قدام ابوي ما اقدر اتكلم، لاني لو تكلم كان قلت كلمة واحدة بس هو ما يحب يسمعها. كنت بقول له يا ابوي زوجني من الانسانة اللي انا اريدها، يا ابوي البنية يريد يزوجوها، يا ابوي قدر مشاعري ولو مرة، لكن ما اقدر اتكلم ما اقدر. سمعت يا حمود سمعت، ولدك ما يريد مستشفى ولا زيدان، يريدك انك تفهمه وتنفذ رغبته. الا شبابك ما المفروض استسلم
واجلس في فراش المرض. قم قم وشيل عندك الهموم. قم وحدي عبد الحسن ويا رجل انا صرت على نصيحتك وبديت اشتغل بس الناس تبعون وطمعون من جديد ولكن بوعدك اني بتوب بوعدك يا ابو الخير بتوب توبه توبه انت حر يا زيدان وخلي ضميرك يتكلم ما عندي غير هذه الكلمه يلا يا ثابت ما تبغاني اشحب هالخزواني ليله في حروقه انت اذا ما تحركت رمضان بيرشحك بالغرامه أبي بقى شو أنا طلبت من إخواني إنهم يتنازلوا عن القضية. والله أحسنت يا رمضان أحسنت. أنا قلت نعم إني قلت إني أنا ما بهون عليك. وأنا متأكد من عقلك يا رمضان، نعم إني متأكد منه. اللي يعرفك يا أبو الخير لازم يفكر بعقل. وأنا؟ أنت أرجوك وأصل حدي منك ترى. مالك رمضان؟ مالك إيش فيك؟ زين أنت ما قالوا لك متى بتخرج متى؟ اليوم بخرج. أجي أبوك من المغرب. ها؟ ثابت، خلينا نروح أبوك قبل لا يغير كلامه. يلا يلا مش مش مش. آه يا عزيزة القلب يشتكي ويئن الروح والها تعزف لحن الشجن يا ولدي يا ولدي لا تسوي في عمرك ذاك يا ولدي اتصلت فيها يا أم اتصلت يا ولدي في زهرة وخبرتها ووعدتني إنها تجيبها لقد نفد صبري وضاق قلبي يا أماه وكم أردد الآه تلو الآه يا ولدي لا تقطعني في وادك ذاك يا ولدي أنا أمك ارحم نفسك شوية وصلت وصلت آه يا عزيزة أين أنت يا عزيزة؟ أين أنت؟ آه يا قلبي آه يا حياة السلام عليكم آه ثم آه أمريتي عليها يا زهرة أمر على البنية إيش أقولها بس يا خالتي وبعدين بدر ما يخليني نجي يا بدر ما تشوف لولدك ذاك تعبان وحاطة ضريرة الله يهديك خالتي أنت تصدقي هالحركات فريد قوم وخلي عنك لعب الأطفال قوم قلبي قلبي يا بدر قلبي اها يا ناس قلبه جيبوا له عزيزه يا ناس يا خالتي يا خالتي نجيب بنت الناس هني ايش تسوي بس انا اعرف يا زهره انه ما يصير بس عشان ولدي يرتاح اه ثم فريد كونك تدعي المرض عشان عزيزتك هنا هذا غلط وانا وعدك في اقرب فرصه ممكن بنخطب لك اياها يا أخي خلي عنك هذه اللعبة البنية تريدك ها هذا فعلا أحسن خبر سمعته في حياتي كيف؟ بدر ناولني اثنينه ومخلني أنا أحاتيك وتعبانة وفي الآخر تطلع اللعبة يا أمي Thank you.
شوفك اليوم مرتاح؟ مرتاح نعم مرتاح، وقلبي مطمن على سالفتي مع رمضان. والله يا ابو الخير التوبه، نعم التوبه، وامزح مثل هذا المزاح مره ثانيه. الواحد يا ثابت ما يريد مشاكل، بس ما نسكت. شوف هذولك، شوف وين هالخيزران هذه؟ وين ابو الخير؟ مالك الله يهديك انت، لحظه شويه. هنا مالك الله يهديك، جواهم من الخيزران هذا. شوف انت، ها مو باقلهم. ليش مخلي مدرستك وجالس تلعب بالشارع؟ مدرسه بالحق عليها تو الناس. تو انت مالك ابو خير الله يهديك؟ احنا مالنا ومالهم، خليهم شو يلعبوا. كيف مالهم انت ثاني بعد؟ قاحم السور وجاي يلعب برا هني وتارك المدرسه؟ من قال لك اني قاحم السور تارك دراستي؟ انت شفتني؟ بعد يرد، بعد يرد. سمعته ثابت؟ سمعته؟ يا ولد انت ليش ما وقفت مع ربعتك؟ ليش وقفت؟ وليش اركض وانا ما سويت شيء غلط؟ اسمع خلاق، اسمع انت، اسمع، هاي بدل لا يعتذر. اعتذر عن ايش؟ ما علي يا ولدي، انت اعتذر وقول مره ثانيه ما اعودها. الظاهر انكم فاهمين بالغلط. اسمع بعد يطلعنا ما نفهم. زين فهمنا الشيبه، احنا اولادك الصغار وباغين نفهم، فهمنا ابوي. نحن ندرس فترة ثانية، وابونا جابنا قبل المواعيد بنص ساعة، وجلسنا نلعب لان دورنا بعد ما جاء. حتى ولو ما المفروض انكم تجلسوا تلعبوا في الشارع. الظاهر عمي انت تريد تتنازع، بس انا بروح. تعال تعال اصبر، ايه انا بعد ما خلص كلامي. وانت ليش تشوف علي انت ثاني بعد؟ تبغى الصراحة؟ قول. ما لها داعي هذا العصبية ابدا، المفروض انا اللي اعصب ما انت. اشوف استوى العكس، استويت انا الهادي وانت العصبي، مالك انت ثغبة. يا ترى هل يا ترى بيستمر ابو الخير؟ يصلح اغلاط الورى بيستمر ابو الخير؟ بيستمر ابو الخير. يا ترى هل يا ترى بيستمر ابو الخير؟ بيستمر ابو الخير. يصلح اغلاط الورى بيستمر ابو الخير؟ بيستمر ابو الخير. وصاحبه من مر امره غريب معكم نطوف في دولة مع أبو الخير يصلح أغلاط الخير، في دولة مع أبو الخير يصلح أغلاط الخير. بكرة نشوف معكم نطوف، بكرة نشوف معكم نطوف في دولة مع أبو الخير يصلح أغلاط الخير، في دولة مع أبو الخير يصلح أغلاط الخير. ودر مكانه بالخير.